ينضم إلينا هاتفيا السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا سيادة السفير. هذه الزيارة في توقيتها وأجندتها، الأهمية والمرجو منها، تفضل. أيوة سيادة السفير، حضرتك تسمعني؟ سامعك. أيوة نعم. أسألك عن زيارة رئيس أستونيا ألار كاريس إلى القاهرة في توقيتها وأجندتها، كيف تقرأها؟ يعني استونيا وليتوانيا ولاتفيا ثلاث دول، يعني صحيح انها حجمها صغير ولكن هذه الدول متقدمه في الصناعه وفي الزراعه والتكنولوجيا، وبالتالي مجالات التعاون مع مصر في هذه المرحله اللي مصر فاتحه يعني الابواب للمساهمه في عمليات التنميه الاقتصاديه ومشروعات اقتصاديه جديده سواء في مجال الصناعه او الزراعه أو النقل، لأن عندهم يعني صناعة نقل متقدمة. أيضا بالنسبة لمجالات الطاقة سواء الطاقة التقليدية الغاز والبترول أو الطاقة المتجددة اللي هي الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، فده مجالات كبيرة للتعاون على ضوء حاليا في يعني عمل مصر دؤوب على إتاحة الفرصة لكافة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات للنهوض بالوضع الاقتصادي وزيادة الإنتاج في عدد من المجالات المختلفة. نعم، العلاقات بين القاهرة وتالين تتطور تطور كبير وفي العديد من المجالات، رأي حضرتك أبرز تلك المجالات التي يمكن من خلالها أن نجد فرص حقيقية بين البلدين؟ يعني كما ذكرت يعني مثلا مجال النقل ومجال الطاقة، دول مجالين مهمين جدا، خاصة أن استونيا بتعتمد اعتماد كبير على استيراد الطاقة، أن الطاقة التقليدية يعني بيتراجع استخداماتها سواء من أجل حماية البيئة والتغيرات المناخية أو لما تحدثه من تلوث بالطاقة النظيفة، وبالتالي ده مجال كبير للتعاون مع استونيا. ايضا كما ذكرت مجال النقل، احنا في عندنا تطوير كبير في مجال النقل سواء بالسكك الحديديه او القطارات الحديثه، فدي ايضا ممكن التعاون في مجالها. برضو الزراعه والتعليم، التعليم في مجال التكنولوجيا والخبرات المتبادله بين مصر وبين استونيا، ده مجال يعني مفتوح يعني. نعم، هناك حديث أيضا عن أفاق واعدة للتعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر الذي يحظى بأولوية لدى إستونيا وأيضا يحظى بأولوية لدى مصر، يعني قراءتك لأهمية هذا التعاون في هذا المجال؟ ده مهم، لدينا إمكانيات اللي تؤهلنا للاقتصاد الأخضر إذا متجددة بما لدينا من إمكانات سواء في المناخ أو في غيرها من الموارد التي تتيح إقامة مشروعات كبيرة تفيد البلد. يعني هتبقى لسه المشكلة اللي بيحاولوا كل الدول الغربية والأوروبية هي نقل هذه الطاقة بحيث أنها يتم نقلها إلى أوروبا وإلى الدول المختلفة، ولكن البداية أنها ممكن يبقى استثمار مشترك مفيد للبلدين بان الطاقه تغطي المنطقه، لان ممكن ربط الكهربائي بيننا وبين الدول المختلفه او بالنسبه للصناعات المختلفه، كل ده بيؤدي الى خدمه المصالح للبلدين وتحقيق مكاسب منها. ثانيا كما اشرت من قبل ان هو يعني بيخفف من تلوث البيئه، ولو ان احنا في مصر وافريقيا عموما لسنا من مصادر تلوث البيئة، البيئة متلوثة من الدول الصناعية الكبرى مثلا الولايات المتحدة والصين والهند وغيرها من الدول، ولكن يعني احنا بنساهم وبنبدأ بدايات جديدة على أساس الاقتصاد المستقبل اللي هو يسمى الاقتصاد الأخضر. صحيح. طيب، يعني تحدثنا عن الزراعة، تحدثنا أيضا عن التجارة والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر أو ما شابه،
الاستثمارات الإستونية الآن تبحث عن مكان لها في مصر في عدد من المجالات سيادة السفير. لماذا تهتم الاستثمارات الإستونية أن تدخل السوق المصرية في هذا التوقيت وأن تتوسع في مجالات مختلفة في مصر؟ يعني احنا في حاليا بيتم مراجعة العديد من التشريعات، سواء تشجيع الاستثمار او منع الازدواج الضريبي او قانون العمل او حتى القانون الاجراءات الجنائيه، لان قانون الاجراءات الجنائيه ايضا بيكون فيه جزء خاص باصحاب الشركات ورجال الاعمال وما يمكن ان يرتكب من مخالفات. فبالتالي كل تهيئه المناخ العام، يعني اليات اصدار القرارات، المعدلات الضرائب المباشره وغير المباشره، دي امور بيهتم بها المستثمر الاجنبي والمستثمر المصري ايضا، لانها يعني بتمثل بيسموها عبء غير منتج على عمليات الانتاج. فهنا ده عوامل كلها يعني جاري حاليا في سعي من جانب الحكومه على كل المستويات والاستعانه باراء كل الخبراء لصياغه اسلوب جديد او تطوير الاسلوب القائم ليلائم رجال الاعمال المصريين وايضا رجال الاعمال الاجانب، باعتبار ان المستثمر المصري هو يعني عامل الجذب والمرشد للمستثمر الاجنبي. فده عامل مهم للغايه بيتم التوافق عليه، واذا تم ده هيكون مجال ارحب لمزيد من الاستثمارات بين البلدين. نعم سيادة السفير، عندما نذكر دولة إستونيا فنحن أو جمهورية إستونيا يعني دائما نذكر التطوير التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي، سواء على المستوى الثنائي بين الحكومة والشركات أو بين الشركات المصرية والإستونية. لماذا هذا المجال تحديدا التعاون الرقمي؟ يعني عاوز أقول حاجة، أن الثلاث جمهوريات استونيا وليتوانيا ولاتفيا مرتبطين بالاقتصاد الالماني منذ ان استقلوا عن الاتحاد السوفيتي. بالتالي التنميه اللي حصلت فيهم تنميه يعني على مستوى رفيع في مجالات التكنولوجيا، مجالات استخدام التكنولوجيا الرقميه، التكنولوجيا الحديثه في كافه المجالات. ايضا اقتصاد يعني مرتبط الاقتصاد الاجنبي. فبالتالي في عامل اقتصادهم، رغم ان هو طبعا اقتصادات نسبيا صغيره مقارنه بالدول الاوروبيه الكبيره المانيا والدول، لكن لديهم تقدم في هذا المجال، حقق تقدم كبير في هذا المجال، واصبح لدينا مجال للبرمجيات ومجال للتكنولوجيا المعلومات وبحتاج لمزيد. فده يبقى مجال للتعاون بين البلدين في المنح في الخبره، في تبادل الخبرات. كان لديهم اجهزه او معدات ممكن استيرادها، فدي كلها مجالات مفتوحه للتعاون. نعم، هذا فيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين. عندما نتحدث عن العلاقات السياسية بين البلدين والحوار السياسي، هو أيضا يشهد تطور بين إستونيا ومصر. مصر يعني واحدة من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط لإستونيا، وبالتأكيد الحوار مع القاهرة مفيد في هذا التوقيت لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات كبيرة في أكثر من منطقة. يعني كيف ترى هذا الحوار السياسي وكيف يمكن أن الخوض في عدد من الملفات المهمة والملفات التي تشهد توترا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط؟ يعني استونيا من الدول اللي بترغب وترى ضرورة وقف القتال سواء في غزة أو في لبنان أو وحل المنازعات أو الأزمات موجودة في الشرق الأوسط، لأن ده إلى جانب الأزمة الأوكرانية بيأثر على كل الدول الأوروبية بما فيها استونيا. بيرفع الأسعار، بيرفع أسعار الطاقة، فبيؤدي إلى رفع الأسعار في جميع دول أوروبا.
بيؤدي الى السياسي، الى الهجره غير الشرعيه، بيؤدي الى عمليات عنف. ولو ان يعني الدول دي بعيده نسبيا، ولكن بينعكس عليها بطريقه غير مباشر، بالذات يعني بعد معاناتها من استمرار الحرب الاوكرانيه كل هذه المده دون ظهور حل في الافق. فبالتالي وقف القتال في الشرق الاوسط لان له تاثير على حريه الملاحه في البحر الاحمر وفي قناه السويس، وده طبعا بيؤدي الى تاثير على التجاره اللي بين سونيا او غيرها من الدول، مع سواء دول الخليج او دول في جنوب شرقي اسيا اللي بتمر في قناه السويس والبحر الاحمر. فده كل اي حرب بتؤدي الى يعني انعكاس على دول العالم، خاصه في الشرق الاوسط، لان ده زي ما بيقولوا يعني محور للمواصلات والاتصالات وعبور الملاحه البحريه وايضا الجويه في هذه المنطقه، فبالتالي لها تاثير. ومن ثم بيتفقوا مع مصر بضروره وقف القتال في قطاع غزه وادخال السعادات، لان ما يشاهدونه في شاشات التلفزيون من عمليات تدمير غير مسبوق في الحرب العالميه الثانيه ولا في اي حرب، وعمليات قتل واباده وانتهاك لجميع حقوق الانسان. وهذه الشعوب في استونيا وليتوانيا ولاتفيا شعوب مسالمه، يعني تريد تعيش في امان لتحقيق التنميه، تركيزها اساسا على التنميه والعلاقات الاقتصاديه، وبالتالي لا تريد نزاعات ولا اضطرابات تؤثر على عمليه التنميه وعلى العلاقات التجاريه والاقتصاديه المتبادله. نعم. أيضا في ظل التطور الكبير في العلاقات بين البلدين، افتتحت أستونيا القنصلية الفخرية لها في مدينة الغردقة سيادة السفير. يعني مصر من أفضل 3 وجهات سياحية مفضلة للسائحين الأستونيين خارج أوروبا. هذا المجال بالتحديد، مجال السياحة، كيف يمكن تطويره في المرحلة القادمة؟ يعني ممكن تطويره لو احنا فكرنا في ان يمتد خط مصر للطيران اللي يشمل هامبورغ والدول دي، لانها كلها مجاوره لهامبورغ في المانيا، فيبقى في تشجيع للسياحه، لان بيبتدي البرد في هذه الدول من شهر نوفمبر، يعني في نوفمبر بيبتدي اعداد كبيره من دول الشمال بتتجه الى المناطق الدافئه السياحة، وبالذات احنا بنعتبر من بلاد الشمس المشرقة، يعني هم بيجوا عندنا في يناير وفبراير بيعوموا في البحر الأحمر، لأن بيبقى المية بالنسبة ليهم أدفى من المياه عندهم في الصيف، فبالتالي ده عامل يعني ميزة نسبية لينا. مضاف إليها الجانب الثقافي، يعني أصبح النهاردة في كل منتجعات البحر الأحمر بيبقى في رحلات لمده 48 ساعه او 24 ساعه لمشاهده الاثار في الاقصر اللي هي اكبر متحف عالمي مفتوح. فدي كلها يعني مجالات بالنسبه لشمال، مش بس استونيا، استونيا وليتوانيا ولاتفيا ودول اخرى قريبه منها، ممكن جدا لو خط طيران مباشر يعني يمر بدولتين او بثلاثه ممكن يشجع السياحه ويقدم لهم يعني زي ما بيقولوا باكيت او يعني بمجموعه او مختاره مجموعه من المجالات السياحيه، انها تبقى لمده اسبوع او 5 ايام او 3 ايام حسب برامج مختاره، يعني باسعار ميسره. نعم، برامج مختاره للسياحه، مختاره يعني. بالضبط، برامج مختاره. طيب، ايضا رئيس استونيا ألار كارس شارك في مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ. أيضا اهتمام استونيا بمسألة المناخ والتغيرات المناخية، أيضا مصر لها اهتمام في هذا الشأن. هذه التوافقات يعني في مسألة المناخ والتغير المناخي، يعني كيف يمكن أن تؤتي بثمار من خلال هذا التوافق بين مصر وإستونيا كدولة أو كجمهورية في أوروبا؟ يعني هما المنطقة فيها إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وجزء من ألمانيا هامبورغ برضو وشليزفيغ ولاية ألمانية أخرى، دي مناطق يعني
نسبيا بالنسبه لبقيه اوروبا المناخ فيها نظيف من التلوث الى حد كبير جدا. نتيجه تيارات الهواء، نتيجه الامطار، نتيجه كميه الخضره اللي موجوده عندهم، الاهتمام بالبيئه. فبالتالي هم لا يريدون ان ينالهم التغيرات المناخيه الان اللي بنشاهد بها عواصف مدمره بتؤثر على كل مظاهر الحياه، لا يستطيع احد ان هو يواجهها. حتى في اكثر الدول تقدما بنشاهد هذه العواصف والاعاصير بتعصف بتدمر المباني وتدمر اماكن المخدرات والمعصبات. فبالتالي هم لا يريدون ذلك. هم من اشد المؤيدين لتجنب التغيرات المناخيه نتيجه تلوث البيئه، وان هم بيبصوا ان لابد ان يبقى في الاتجاه للاقتصاد الاخضر وللطاقه النظيفه. نعم. تتوافق الرؤى المصريه الاستونيه حول عدد من القضايا الاقليميه والدوليه على راسها القضيه الفلسطينيه، حيث يعني تؤمن البلدان بان السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمات هو التفاوض السياسي، الوصول لحل الدولتين. مصر موقفها ويعني رؤاها ثابتة في هذه القضية بالتحديد. كيف يمكن البناء على هذا التوافق في الرؤى في هذه القضية سيادة السفير؟ يعني ممكن الجهود المستمرة لإقناع دول الثلاثة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن الدول الثلاثة دي كانت دول صغيرة داخل الاتحاد السوفيتي، وبالتالي لم تحصل على استقلالها إلا بصعوبة، وأدركت معنى تقرير المصير ومعنى الحصول على الاستقلال. وبالتالي هي من حيث المبدأ بتؤيد حل الدولتين، وأن الشعب الفلسطيني يكون له حق متساوي مع الإسرائيليين، على أساس أن هناك قرار للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية. إسرائيل لا تحترم هذا للأسف الشديد، ولكن سونيا باعتبارها دولة في عضو في الاتحاد الأوروبي بيبقى لابد أن يكون هناك توافقا بين دول الاتحاد الأوروبي، لأنها دولة صغيرة لا تستطيع أن تأخذ قرارا جريئا مثل ما عملت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا. يعني دول خدت قرار جريء، لكن هل استونيا تستطيع ان هي ما يكونش في تنسيق مع المانيا؟ اعتقد ان ده صعب. ومع الاتحاد الاوروبي التوافق في داخل الاتحاد الاوروبي، ولكن هم من حيث المبدا بيؤيدوا اقامه الدولتين. نعم. في مجال التعليم، ما دمنا كنا نتحدث عن الشراكات والتعاون، ومن المنتظر أن يكون هناك توقيع لمذكرات التفاهم وأيضا لعدد من الشراكات بين مصر وإستونيا في هذا اللقاء. في مجال التعليم بالتحديد، قام وفد من أقدم الجامعات في إستونيا وهي جامعات تارتو التي تعد من أفضل 400 جامعة في العالم بزيارة مصر، وذلك لبحث سبل التعاون مع أفضل الجامعات المصرية. هذا التوجه من قبل البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، التعليم العالي، كيف ترى صداه؟ يعني بالنسبة للجامعات المصرية في مجالات عريضة للتعاون مع الجامعات المصرية في مجال التعليم، سواء عن طريق المنح اللي تقدم من جانب البلدين، لأن استونيا بلا شك تهتم أيضا بتعليم اللغة العربية ودراستها للتعامل مع العالم العربي. أيضا بالنسبة لمصر التعليم في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والمجالات الصناعية، فممكن أيضا تبادل المنح، تبادل زيارات الأساتذة، بحيث أن هو في زيارة لمدة مثلا أسبوع أو أسبوعين يلقي مجموعة من المحاضرات لمزيد من التعارف بين البلدين، ومزيد تقديم صورة أوسع عن ما هو متاح في كلا البلدين لتنمية وتطوير وتوثيق التعاون المشترك، لأن ده بيبقى جانب مهم جدا، الجانب الثقافي. لدينا كثير من الثقافة المصرية، احنا بلد يعني بيعتبر من أكبر المنتجين للثقافة في الشرق الأوسط، فده أيضا ممكن
تبادلوا مع استونيا عن طريق الزيارات الفنية أو استقبال وفود فنية منهم. نعم، أخيرا سيادة السفير، سياسة مصر الخارجية والدبلوماسية التي تنتهجها مصر في مسألة التنوع والشراكات المتعددة مع دول مختلفة، إلى أي مدى هذا النهج يؤتي بثماره على الدولة المصرية، هذا التنوع وهذا الانفتاح، كيف تراه؟ يعني مهم جدا ان يكون لدينا يعني اذان صاغيه لنستمع الى ما يقوله واراء الاخرين. نعم، ده مهم جدا. احنا لنا رؤيه ولنا توجه ومشروعات عديده، ولكن الطرف الاخر بيكون له ايضا له رؤيه، يكون في اطار من المصارحه، في اطار التعاون، ده بيؤدي الى التنميه. وكما ذكرت، أهم شيء النهاردة العالم بيهتم بيه هو الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا. دي عوامل مهمة جدا في عالمنا الحديث. عشان أوسع التجارة محتاج أزود الصناعة، عشان أزود الصناعة محتاج استثمارات، لكي أكسب الاستثمارات محتاج أن أنا أخذ إجراءات. بسترشد أولا بآراء رجال الأعمال المصريين، بيكون لهم الصدارة في هذا المجال، لأن هم اللي إيديهم في العمل وهم مدركين ايه المطلوب. وبالتالي ايضا بتحاور مع الطرف الاجنبي، سواء استونيا او المانيا او فرنسا او اي دوله اخرى. ده بيفتح مجال واسع للمزيد من الاستثمارات والتعاون المشترك. نعم، سيادة السفير رخا احمد حسن، مساعد وزير الخارجيه الاسبق، اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله الكريمه من حضرتك.